اهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من سلسله معاني الاسماء اللي بتبدا بحرف الباء. في الفيديو ده هنتعرف على اسم بريق، هنعرف معناه وصفاته وحكم تسميته وكل شيء عنه. لايك واشترك في القناه ويلا نبدا. اسم بريق من الاسماء القيمه والجميله واللي كانت منتشره بشكل كبير من قديم الزمن، وحاليا من الاسماء متوسطه التداول والانتشار في كتير من الدول، واسم واضح في معناه وبيحمل كتير من الصفات الحميده. اسم علم مذكر ومؤنث في نفس الوقت، من اصول عربيه خالصه، وفي الغالب بيطلق على البنات، ومعناه الضوء الساطع القوي والشيء الساطع الواضح، واطلق الاسم خصوصا على الاحجار الكريمه. بريق من الشخصيات الطموحه واللي بتتميز بقوه الشخصيه والعزيمه، انسانه عاقله في تصرفاتها وذكيه في التعامل مع كل المواضيع الحياتيه، بتحب الاستقلال بنفسها وبتحب الشغل وبتركز دايما تكون مميزه وفي المقدمه، شخصيه خلوقه مع كل الناس وبتعرف تتعامل بشكل راقي ومنظمه، صبوره جدا وبتعرف تحل مشاكلها بنفسها، قليله الاعتماد على الغير وبتحب تتعامل مع اللي بيشبهها في شخصيتها. حكم تسميه الاسم جائز تسميته ومتفق عليه، وده لان بريق من الاسماء الجميله التي لا تسيء لله عز وجل ولا تحرض للعباده لغير الله، فالاسم جائز تسميته ومقبول. شاركنا برايك في التعليقات، والاسم اللي حابب نتكلم عنه هنعمله حلقه مخصوص. لايك واشتراك في القناه واشوفكم الفيديو الجاي.